ورجعنا بعد الفاصل نكمل بقية فقراتنا. الفقرة دي هجوعكم شوية فيها معايا، دايما بكون حريصة على ان ساعة مع ندى تكون ساعة مفيدة، نقدم فيها لحضراتكم فقرات متنوعة وتجارب مختلفة وتكون مميزة، في كمان مش مختلفة وبس، تكون مميزة، ودايما انقل لكم حاجات جميلة مش من داخل القاهرة بس ومن خارج القاهرة. النهاردة الفقرة دي مميزة قوي قوي، تعالوا بقى اقول لكم احنا معانا النهاردة ايه. معايا النهاردة محل حلواني عامل ضجة كبيرة قوي ومسمع وناس كتير بتشكر فيه، لدرجة ان انا قلت لا لازم النهاردة يكون مشرفني وينورني عشان اعرفكم عليه. معايا النهاردة محل الدنياوي الدنياري. الدنياري، اوكي، ومعايا النهاردة ضيفي اللي مشرفني صاحب المحل استاذ محمد الدنياري. الدنياري الدنياري صح كده؟ بالظبط. ازاي حضرتك يا استاذ محمد، مرحب بيك. اخبارك ايه؟ تمام الحمد منورني. لله، بنورك قول لي بركاته. ايه الحاجات اللي انا شايفاها دي. انا الاول كنت بسمع عنكم ان انتوا مكسرين الدنيا، ما شاء الله، ربنا يبارك يا رب، دايما يا رب. زحمه وناس كلها حابه الحمد لله. وقالوا ان الحاجات تحفه، بس انا الحمد النهارده قلت لله. اجرب بنفسي. بس بصراحه قبل ما اجرب المنظر يفتح النفس، باين ان هي حاجه حلوه قوي وهجرب يعني. بس تمام. قبل ما اجرب قول لي النهارده وكل الساده المشاهدين، اول حاجه ليك فروع ايه؟ فروعك فين اصلا؟ عنوانك انت فين؟ وبعد كده بقى نتعرف على كل الحاجات اللي جوعتني دي. تمام، اهلا وسهلا بحضرتك اهلا وبالساده بيك. الضيوف كلهم ان شاء الله. انا الفروع بتاعتنا في محافظه القليوبيه، تمام. بالاخص مركز شبين القناطر ومركز الخنكه، مدينه اوكي. الخنكه. تمام. عندنا 8 فروع، وان شاء الله عندنا افتتاح فرع كم جديد. فرع؟ 8 فروع 8 فروع؟ ما شاء الله. طب الحمد لله، فضل ربنا. كلهم في نفس المحافظة؟ كلهم في محافظه القليوبيه. طب وينفع كده يا استاذ محمد؟ والله ما عشان تبقاش معانا هنا في اكتوبر محل وزايد. السكن، واحنا مولودين يعني من زمان واحنا شغالين انا شغلنا عايزه فوق. اقول لك ان قبل التصوير كذا حد يقول لي احنا عايزين فرع في القاهره نفسها، لان هم اوريدي اصلا داقوا وجربوا، فيعني حابين بقى بدل ما يجوا المشوار والله ده كله الموضوع يبقى ده معانا كتير هنا. جدا بيكلموني فيه خلاص بصراحة. والله اوعدك ان ان شاء الله تبقى قريب جدا تبقى معايا. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. فاحنا حضرتك الفرع الرئيسي بتاعنا في شبين القناطر، اوكي. تمام. لينا فروع تانية في مدينة الخنكة، لينا فروع وضواحي شبين، بقى ضواحيها مستوى محافظة القليوبية كلها حلو. تمام. منتشرين فيها. طيب وان ايه شاء الله الحاجات اللي بتقدمها عندك؟ انا شايفه ان في حاجات كتير متنوعه ده متشابكه. جزء بسيط من المنتجات بتاعتنا، اه يعني ده حاجة بسيطة. انا حبيت ان انا الخص الموضوع في كام حاجة كده، انما في حاجات اكتر من كده بكتير. تعالى يعني نكلمنا على بقى الحاجات الحلوه دي. اول حاجه التورتيه دي تحفه دي ما شاء الله، التورته عرفني دي كده ايه. عامله ضجه معانا جامده جدا، اه واحنا الحمد لله منفردين بيها. يعتبر احنا اول الناس مثلا نزلناها في السوق عامه، عباره وبعد عن كده ايه؟ كل بدا يشتغل زينا. طبعا دي مانجا. دي عباره عن 10 اطعمه، اوكي. لوتس بلجيكي اصلي مش واو تقليد، ده مهم جدا لان طبعا مش اي حد لوتس بيشتغل بتبقى بالحاجه الاصلي. طعمها بتفرق جدا. تمام. نوتيلا اصلي، اوكي. مانجا طبيعي، مانجا، كراميل، كراميل، شوكولاته بيضاء، نوتيلا ابيض، نوتيلا. نوتيلا برضو، كراميل، عين جمل، شوكولاته، واو اوريو. دي عباره عن 10 حلو اطعمه. قوي. طب والاسعار عندك في يعني مش عايزين نقول اسعار، بس قصدي موضوع يعني اوفر قوي ولا والله احنا متوسط؟ لان الحمد انت عارف ان لله، احنا عندنا هنا في القاهره داخل القاهره الاسعار بقت صعبه. دي احنا عندنا عشان عندنا حضرتك في برضو عندنا ارياف وكده، فعاملين حساب لحاجه زي كده مع حلوه العملاء، دي. ومعظم زبايننا اساسا بيبقوا اهلنا واصحابنا وجيراننا ومعارفنا. تعرف ان انا لو عندي عيد ميلاد او مناسبه احب ان انا اتعامل معاك، لان انت هتوفر لي جوده حلوه جدا وطعم حلو وهتوفر لي النص. يعني الحمد انا لله عارفه طبعا. ان انا هنا ان في كذا محل مشهورين اسعارهم زياده قوي، والواحد يعني صعب ان اليوم ما يتكلف دلوقتي عيد ميلاد يدخل له في كذا الف كتير والله قوي. حضرتك احنا بنبص للربح بتاعنا او مكسبنا، اللي هو العميل ياخد الحاجه يقول الله ينور الحاجه بتاعتكم ما جميله شاء الله. وكويسه وطعمها حلو. انا شايفه في الفيديو اللي اتعرض من شويه الناس ما شاء الله وهي بتشتري حتى مبسوطه ده هدفنا والله. ومتقبله الزحمه وحابه الحمد وتيجي، لله ودايما توفيق الحاجه ربنا اللي بتبقى كله. عليها زحمه بتبقى ما شاء الله مش محتاجه كلام الحمد لله يعني. والله، اه هو كل توفيق ربنا مش اكتر. طب يعني ايه بقى، كلمني على مثلا العلب دي، العلب دي، اه دي اشطوطه، ده طبعا الحاجه الاختراع الجديد اللي نازل. دي انا هجربها. عارف ليه؟ لان لحد دلوقتي عايزه اقول لك ان انا بحب اجرب جدا، بس انا ما جربتهاش بصراحه يعني، بس انا لا هجربها لان هي ده مسمعه كراميل وعين قوي. جمل ورز بلبن تحت. اه يعني هي عباره عن طبقه رز بلبن. لا اول طبقه خالص رز بلبن، اوكي. وبعدها الكيكه بتاعتها عباره عن دقيق، سكر بودره، كيكه زبده، اسفنجيه يعني. كيكه اسفنجيه اوكي. بس بطريقه تركيه، يعني اه مش اللي هي العاديه. لا مش العاديه خالص. وطبقه كراميل. وقبل كده بتسيق بلبن حليب كامل الدسم، اوبا كامل حلوه قوي الدسم. دي. هدوء بس غريبه شويه ان تحت رز بلبن. ده بقى بسم اختراع الله جديد الرحمن بقى. الرحيم. الكل دلوقتي بيمشي على الاختراعات دي.
بعدين عندنا الرز بلبن عندنا خلي بالك مميز جدا عن اي حد. ليه بقى؟ حلوه قوي لان هي خفيفه. اولا انا بعشق حاجه اسمها كرمل، ثانيا هي خفيفه قوي جدا. قوي، انا حاسه ان ما اكلتش حاجه، احنا عندنا يعني اصلا حاسه ان براند انا عايزه جديد، اكمل بس مش هينفع. عاملين براند جديد اسمه قشطوطه الدنياري، ده في اول فرع ومميزين اتفتح، بيها. في فرع تاني ان شاء الله قريبا جدا، فرع تاني قشطوطه غير الدنياري، يعني ده جزء برضو من الشركه بتاعتنا. اوكي، انا هرجع بقى شويه كده لحاجه فرحتني قوي قوي قوي، بشكرك ده دي عليها، اقل حاجه، حركه يعني في منتهى الذوق ده والشياكه، اقل حاجه لحضرتك والله. وانا اتفاجئت بيها والله بجد. يعني هي طبعا الاعداد هو اللي ظبطها معاك، بس سابتها لي مفاجاه. انا التورته دي يا جماعه مبسوطه قوي، بشكلها حلو قوي، وكفايه ان يعني هنا ده معموله. دي حاجه بسيطه جدا لحضرتك والله. ميرسي جدا. طيب قول لي بقى الحاجات اللي انا شايفاها دي بصراحه شكلها حلو قوي مغري، بس احنا عايزين نوري ايه بقى للساده المشاهدين عباره عن ايه مكوناتها. طيب تحب نبدا بيه؟ طيب مثلا دي انا دي حاسه ان ده حاجه، جلاش. لا دي حاجه جديده لسه احنا يعني مخترعينها، اسمها فته. تمام، فته بالاوريو، فته بالنوتيلا، فته دي باللوتس. دي عباره عن كيكه فاتش، كريمه لباني، اوكي، نوتيلا، النوتيلا بياخد نوتيلا، اللوتس بياخد لوتس، التوبينج بتاعها شغل عالي يا استاذ محمد، واخده حلو بقى قوي. جلاش من على الوش، محمر بالسمنه البلدي، الله، محمر بالسمنه انا عايزه البلدي. اقول لك ان ريحه حلوه قوي، يعني انت شايف حضرتك يعني الطعم حلو قوي. يعني غير، يعني غير اي حد مثلا بيقلي الحاجه كده في سمنه عاديه في زيت بتاع، لا ده سمنه بلدي تختلف. استاذ محمد بجد انا مبسوطه جدا جدا ان ما شاء الله حضرتك نموذج يعني مشرف مجتهد، بدل الفرع 8 ما شاء الله، ربنا الحمد لله يبارك توفيق يا رب. ربنا، الحمد وانا لله. متاكده ان قريب جدا هتكون معايا هنا في ساعه مع ندى، هنعمل افتتاح اكتوبر زايد ان شاء التجمع، الله احنا عندنا هيبقى افتتاح كمان 10 ايام او 15 يوم، يوم 28 فين؟ 12 في نوى جنبنا، عندنا في شبين القناطر عايز القاهره بقى، ان شاء القاهره بقى. الله. انا متاكده الفتره الجايه ان هتبقى شاء الله القاهره. كل شيء انا بامان. واحده من الناس، اول واحده لما يكون عندي مناسبه كبيره قوي انا متاكده ان انا احب ان انا اتعامل مع حضرتك، خصوصا المسافه حضرتك بسيطه. الصفحه بتاعت الشغل عندنا بتاعت الحلواني هي الدنياري اوريدي الصفحه بتاعتك نزلت بيجي على لنا الشاشه ناس بارقام من التواصل. حدائق الاهرام ايوه، واكتوبر، لان تقريبا عايزين اونلاين بالعربيه قد ايه يعني انتوا بتوصلوا في الاونلاين؟ ساعه ساعه ساعه. طب يعني انا بالنسبه لي كاني طلبت اوردر من التجمع. بالظبط. طيب استاذ محمد نورتني جدا وشرفتني، ومبسوطه جدا ان حضرتك النهارده يعني كنت معايا، وبجد تسلم ايديك ده انا مبسوط وللشيفات. جدا لمعرفتكم والله. يا جماعه يا رب تكونوا النهارده اتبسطتوا بالفقره دي، وان شاء الله تجربوها بنفسكم، وانا عارفه انها تعجبكم جدا جدا. هنطلع فاصل ونرجع نكمل بقيه فقراتنا، استنونا.